تعاق. عندي ثلاثة الوليدات كي غادي ندير لا كي غادي ندير نمشي نخلص قال لك بيرمي باش غنوكلهم من هاد الولاد باش غنوكلهم باش يلا قول لي باش غنوكلهم باش ما كاين لا بيرمي لا التلميذ باش ديال سيدنا دار غنصرو ولا عطانا باش عاونا وليداتنا كنخدموا بوليدات بعرق وليداتنا باش نكلوا وليداتنا باش نكلوهم دابا باش ما خلات فيه جريد دابا كيقول لك بيرمي وانا باش غندوز بيرمي انا معاق باش غندوز بيرمي باش السلام عليكم اصدقاء عاشقات الدراجات الناريه كما كتعرفوا هاد الامكان وهاد الحمله تاع اصحاب الدراجات الناريه ثلاثيه العجلات كما كتشوفوا الخبر شنت المصالح الامنيه بالمغرب حمله شرسه ضد اصحاب الدراجات ثلاثيه العجلات تريبورتو وذلك ساعات قليله بعد اعلان الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه على ان عدم التوفر على رخصه السياقه هذا النوع من الدراجات يصنف كمخالفة يعاقب عليها القانون. بالنسبة دابا لأي واحد عنده تريبورتور وما عندوش البيرمي يعني غادي يديو ليه الموتور للتيباناج يعني يديو ليه الفوريان. نخليكم مع الخبر كامل. سياقة الدراجات ثلاثية العجلات دون رخصة يصنف مخالفة يعاقب عليها القانون، أكدت على ذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف الرخصة رخصة السياقة اللازمة. وبحسب الوكالة فإن العدد الإجمالي بالنسبة لأصحاب تأمينة أو لاسورانس ملي كيبغيو أنهم الناس على تريبورتور يديرو لاسورانس يعني كيطلبوا منهم رخصة السياقة على أنهم يأمنوا لهم الدراجة النارية. وبالنسبة للبيرمي اللي غادي تساق به الدراجات النارية ثلاثة العجلات يعني غادي يكون بيرمي بي واللي خرج وزير التجهيز والنقل بوليف بعد القرار انه غادي يتساق بيرمي بي. ونخليكم مع الفيديو. الاشكالات اللي هي عميقه كرخصه جديده بالنسبه لاي دراجه ناريه اليوم بالاضافه الى السياقه ديال الثلاثي العجلات ما يمكنش يكون برخصه الف وانما برخصه باء الى اخره من الاجراءات اللي تمت. وايضا مشينا للسلامه الطرقيه فيما يتعلق بالحوادث وبالرخص الطبيه التي تعطى حاولنا ندقوا اكثر ونعطيو بعض المزايا للطب للفحص الطبي المضاد بالاضافه. وبالنسبه للناس اللي عندهم موتور تريبورتور ومعندهم بيرمي نتمنى انه يخليه في الدار على ما يشوف شنو طاري اللي يصدقوا شادينو ويضربوا بشي غرامه ماليه يعني يشوف على ما تقاد الاوضاع. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو لاول مره كيدخل القناه ما تنساوش تشاركوا وتدقوا على الجرس باش يوصلكم الجديد.